بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ده على فترات متقطعة. نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غني، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، خصوصا أن حضرتك امبارح قلت لنا أن في انخفاض هيكون في درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة. بالفعل، يمكن احنا من أمس بدأت درجات الحرارة تنخفض في أغلب محافظات الجمهورية. بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، ودي تعتبر درجات حرارة حول المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام. مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا بدأت تكون مصادر الكتل الهوائية الشمالية قادمة من على البحر المتوسط، قادمة كمان من جنوب أوروبا. الكتل دي منخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير عن الكتل الهوائية الصحراوية طبعا، فتدريجيا هنحس بانخفاض قيم درجات الحراره. يمكن خلال فتره النهار اليوم العظمى متوقع ايضا تكون 22 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء اقرب للاجواء الخريفيه او الاجواء الشتويه خلال فتره النهار لطيفه جدا في معظم محافظات شمال البلاد من السواحل الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. اجواء معتدله تماما على المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره. فور غياب اشعه الشمس ودخلنا في فترات الليل هيكون في مزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره، خاصة في فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. الأجواء في الفترات دي بتبقى منخفضة بشكل كبير، لأن احنا بنسجل كمان فيها درجة الحرارة الصغرى اللي بتوصل ل 14 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وخاصة كمان زي ما بنقول دايما المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير تحس بالبرودة أكثر وتحس بانخفاض قيم درجات حرارة. أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. كمان اليوم طبعا في استمرار لفرص الأمطار اللي موجودة على المناطق الساحلية، يمكن حتى من الساعات الأولى من صباح اليوم من ساعات الفجر في أمطار بتتساقط على بعض المحافظات الساحلية منهم محافظة الإسكندرية وكمان شمال البحيرة. هي أمطار كلها أمطار إن شاء الله تكون أمطار خفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط من مطروح الإسكندرية شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المحافظات دي كلها هي المعرضة لسقوط الأمطار، لكن في مجملها غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. طبعا كمان اليوم هيكون في نشاط لرياح في اغلب محافظات الجمهوريه، لكن سرعته بتتراوح ما بين 30-35 كيلو متر على الساعه، هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، خاصه ببروده الجو اكتر بشكل اكبر. دايما نشاط رياح يخلينا نحس اكتر بالبروده وانخفاض قيم درجات الحراره، غير مثير لاي رمال واتربه. كمان طبعا الشبوره المائيه ما زالت الظاهره الجويه اللي بتاثر فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي مش شبوره مائيه ناكد تاني ضبابيه، يعني هي شبوره مائيه ممكن تكون كثيفه في بعض الاماكن معها انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه وسرعان ما تتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. صحيح. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 22، الصغرى 14، العاصمه الاداريه 21-13، اسكندريه 21-13، العلمين الجديده 21-12، مطروح 20-12، دمياط 22-14، بورسعيد 22-15، اسماعيليه 23-13، اسويس 22-14، العريش 23-12، كاترين 20-6، طابا 22-14، حلايب 26-21، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 26-17، الغردقه 25-16، الفيوم 22-13، بني سويف 23-13، الوادي الجديد 25-13، أسيوط 24-11، سوهاج 25-12، قنا 25-13،
الأقصر 26-14 وأخيرا أسوان 27-15. يعني في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لكن في استقرار مع كده كمان في الأحوال الجوية، لكن نخلي بالنا إن في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر درجة الحرارة بتقل بشكل كبير، فنرتدي الملابس الثقيلة. هرجع مرة تانية لمنة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لكم.